السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حشرات غريبة تغزو محافظة مصرية وتثير الفزع. هنعرف تفاصيل الخبر، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة. انتشرت بشكل كبير جدا حشرات غريبة على الطرق السريعة بمحافظة ساحلية مصرية، وأثارت الذعر والفزع بين المارة وقادة السيارات. وقال سكان وشهود عيان من محافظة مرسى مطروح شمال مصر انهم اتفاجئوا بحشرات غريبة كبيرة الحجم تشبه الجراد تغزو الطرق السريعة في المحافظة، واكدوا ان هذه الحشرات الطائرة انتشرت في عدة مدن باحجام مختلفة ومتفاوتة. وقال المسؤولين من مديرية الزراعة بالمحافظة انهم تلقوا بلاغات عديدة من المواطنين بظهور هذه الحشرات وانتشارها، واوضحوا ان هذه الحشرات تسمى الرعاش الكبير وتعيش في الصحراء وتظهر وتنتشر مع ارتفاع درجات الحرارة، وأكدوا أنها ليست خطيرة على الصحة العامة. وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية انتشرت أسراب هائلة من حشرة تشبه البعوض قد هاجمت السيارات في محافظة الإسكندرية المجاورة المطروح الأسبوع الماضي، مما أدى لتعريض المواطنين وقادة السيارات للخطر. وفوجئ قادة السيارات بأسراب كبيرة من هذه الحشرات تهاجم الزجاج الأمامي لسيارتهم وتحجب الرؤية عنهم، كما هاجمت المراية العاكسة وحجبت عنهم رؤية السيارات المجاورة. وأكد أستاذ علم الحشرات الطبية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية أن هذه الحشرات تسمى بالهاموش وتنمو في البرك والمستنقعات وتتكاثر بصورة كبيرة وبالآلاف، وتسمى في بعض المناطق بالدودة الدموية لأنها لونها يشبه لون الدم. وأضاف أن أسراب الهاموش تتجه وبسرعة كبيرة جدا ناحية الطرق السريعة وتنجذب نحو الأضواء خاصة أضواء السيارات المبهرة خاصة بعد تحسن حالة الطقس، مشيرة إلى أن خطورته تكمن في أن يلتصق بزجاج السيارة ويحجب الرؤية، مما قد يؤدي إلى حدوث حوادث في الطرق. طبعا ديت كانت أهم الأخبار الخاصة بانتشار الحشرات في محافظة مطروح ومحافظة الأسكندرية، الموضوع اللي أثار الرعب والذعر بين المواطنين. لكن زي ما احنا أكدنا ان طبعا استاذ علم الحشرات الطبية بكلية الزراعة اكد ان الحشرات دي ملهاش اي ضرر على الانسان، ولكن هي ضررها الوحيد لما بتتجمع وبتلتصق مثلا على زجاج السيارات، فممكن ان هي تعمل لخبطة في القيادة وممكن تؤدي الى حدوث حوادث. ديت كانت احدث اخبار النهاردة. لو في اي جديد هتعرفوه هنا في القناة بشكل سريع وحصري، فتابعوا القناة وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.